مقالة تثير العواطف لهادي جلو مرعي بعنوان عرفات يستحق دمعة. يقول هادي: هبطت طائرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مطار بغداد، بعد يومين حطت في مطار مهرباد بطهران. عانق الرئيس صدام حسين وانحنى للإمام الخميني وضحك في وجهين لم يعرفا إلا ابتسامة محسوبة بالملي كما يقول البعض. حين سقطت تلك الطائرة وتوغلت في تلال الرمل الليبي، كان الجميع يحسب أن الأرواح السبعة لعرفات قد تعطلت فيها طاقة الحياة، لكنه خرج كأفعى الصحراء منسابا على كثبان لا تعرف إلا وأد الحياة. قبره تحول إلى شاهد على وجع، فكل الذين يزورونه في رام الله على علم تام أنه أبو الوجع الفلسطيني، أنه أحب وكره وخادع وماطل وساوم وانحنى وخضع ومال وجال وصال وخاب ونال وهام ولام وسام من أجل فلسطين، كذب وصدق وابتسم في وجوه كثيرة بغيضة، وسافر وعاند ولان من أجل قضية. طرد من بيروت تحت الضغط، مضى إلى تونس، تمنطق بالألم الفلسطيني واعتمر الكوفية وخط عليها خارطة الوطن الذي ضحى لأجله، وتحمل استهجان الزعماء وسخرية البعض وشفقة آخرين، وعرف أن منهم من أراده نكتة تلوكها الألسن لتتسلى بها النفوس حين تضجر. استجدى من إخوته واقترض من الأبعدين، وفي عهده مل العرب منه وأحبوه، ساوموه أحيانا وطلبوا نصرته في معاركهم القذرة وصراعاتهم مع بعضهم البعض. تقطعت أوصاله من شدة الألم وتيبست شفتاه، لكنهما ظلتا تفتران عن ابتسامة تسع الضفة وغزة. احتوى الإسلاميين وغير الإسلاميين في منظمة التحرير، عرف أن من أنصاره من يبغضه ويكيد له، لكنه لا يملك غير المداومة سبيلا لتحقيق الهدف المنشود في سبيل الغاية المستحيلة. علم أنه سيمضي إلى جوار ربه دون أن تتحرر فلسطين، وأن بين العرب وذلك المراد مسافة هائلة، لكنه من أجل أن يحصل على دعم العرب والمسلمين ظل يبتسم، وانطبعت ذكرى ابتساماته في القاهرة ودمشق وعمان وبغداد وصنعاء والرياض وطهران وجاكرتا وإسطنبول، وأفشى لصدام حسين بسر خطير: سنصلي في القدس، ولم يصليا. يقول الكاتب: اتهمناه بالكذب والاستجداء والمتاجرة بالقضية وتحمل نكاتنا السخيفة، لكنه صار عنوانا لقضيته، فهو الوحيد من حكام العرب الذي تحول قبره إلى مزار، وهو الوحيد الذي لم يتخلى عن القضية. كل الفلسطينيين ينادونه بالشهيد ولا ينهرهم بقية العرب، بينما شعوب الأمة تطارد حكامها وتلعنهم وقد تختلف فيهم، والذي كان يستجدي العطف منهم صار مثلا في النزاهة والتضحية. وحين رحل إلى الموت من رام الله إلى باريس لم يبخل بابتسامته الشهيرة، وكان مودعوه يلوحون له ويبكون. يتوسلون ويجرون هنا وهنا في مساحة المقاطعة، عفوا يجرون، ولم يحتج إلى حجر أو زنقة أو آلة قمع. تحركت روحه الآن من المقاطعة إلى كل أقنية الإعلام في العالم، وصرخت أن الرئيس قتل مسموما من قبل عملاء الموساد، وأن إسرائيل اللقيطة هي التي دبرت الجريمة وارتكبتها، ظنا منها أنها ستمضي وتطوى مع الزمان، لكن عرفات يأبى ذلك وقرر فضح الجنات. يقول في الختام الكاتب: يحفظ الفلسطينيون صورا كثيرة لياسر عرفات، أجملها صورته وهو يبتسم، أفلا يستحق منهم دمعة؟ حينها يلتقيان دمعة وابتسامة. من أجمل ربما ما كتب هادي جلو مرعي عرفات.